سبقون 8 أشهر من التشهير الإعلامي المبرمج، جرايد، مجلات، ريبورتاجات، وابل من الغزل اللي طالنا، سرقة، سوء أمانة، اختلاس، نصب، احتيال. إذا نسي شيء يا ريت حدا منكم يذكرنا، يعني من اللي انطلقت علينا من التلفزيونات والمقالات والتسريبات الصحفية المدنية والمبرمجة. بهيج قلوب التلفزيون عمل حطت الفلاني عنك، أو في بلاغ عنك بالمكان الفلاني أو بالسايت الفلاني أو بالجريدة. 30 سنة من التفاني بالعمل ووصل الليل بالنهار، ما استحقوا 33 ثانية من الاستفسار أو حتى السؤال. غريب، ليش؟ يا ترى هالحملة بوجه بهيج أبو حمزة بكل وزنها وبكل قوتها تنقصها الشجاعة لتواجه وتستفسر؟ أكيد لا، ما بتنقصها الشجاعة، بتنقصها الحجة. اتهمنا بالسرقة، وين، كيف، ليش، مش مهم. هول بيبقوا بيفكروا فيهم بعدين. المهم انه نحن سرقين، مختلسين، مسيئين للامانه، وهكذا دواليك. الحكم صدر بانهاء الشخص، وفي ناس بتبقى بتهتم بالتفاصيل الثانيه، وفي ادوات بتتولى اطاله مده التوقيف وتركيب دينه الجره. وبينقلنا لتاخذ العداله مجراها ولنترك الامر للقضاء. ما سمعنا غير لنترك الامر للقضاء ولتاخذ العداله مجراها. كثير حلو، كثير حلو، نحن هيدا اللي بدنا اياه من اول نهار، وهيدا اللي طالب فيه بهيج. قال يا عمي قدموا علي دعاوى، واذا بيطلع علي شيء انا مستعد اني احمل المسؤوليه. وهيدا اللي رجعنا رددناه نحن. وين ببين؟ يجي اهم شركات اوديتورز بالعالم، واجا شركات اوديتورز، وين ببين؟ في اختلاس، في سوء امانه، في سوء اداره، في سوء استعمال سلطة. نحن مستعدين نتحمل المسؤولية. بس قبل ما ندخل بهالدعاوى، بينجبر بهيج أبو حمزة أنه يمضي من خلال أحد الأشخاص مشكورين أنه يمضي تنازل عن كل حصصه بكل الشركات، الشركات اللي أسسها واللي كان رئيس مجلس إدارتها. وفوق هيك بينجبر يمضي استقالة، وبالتالي بيروح عليه تعويض 33 سنة بإدارة مجلس 27 شركة. وبالإضافة لهالشي ما بنكتفي، بنحط حجز على الممتلكات بما فيهم البيت اللي قريب هون اللي ساكنة فيه أولادي. 12 من التوقف الاحتياطي. اتهم ملفقة سابقا، اتهم ملفقة لاحقا، لانه اذا ما كفت، اذا ما كفوا قبل لازم نرجع نزلنا اثنين على الطلب. سنه وثلث قضائيا، السنه القضائيه مش 9 اشهر، 12 شهر، سنه وثلث قضائيا، توقيف احتياطي بحاجه اللبناني. ليش؟ ما بنعرف، ويا ريت عندنا جواب، ويا ريت اذا حدا بيعرف في إلنا. ولا اثبات، الاثبات مش مهم، المهم التوقيف. 12 شهر واسانسور بيتنا مراقب، ومدخل بنايه بيتنا مراقب، وباركينج السياره تحت بيتنا مراقب، وانا شخصيا مراقبه من البيت لبيت اهلي للمستشفى للسوبر ماركت للبيت للام تي في هلا مؤخرا. يعني كيف ما تحركت في مراقبة. وبنحكي كلمة على التليفون نرجع نتعاتب عليها بعد جمعة، كيف قلتي هيك؟ يعني أنا حكيت على التليفون هيدي، كيف معهم خبرها؟ مش مشكلة. والتوقيف مستمر، والمطلوب دفع أموال. هيدا اللي انعرض من أول نهار، وهيدا اللي انعرض علي شخصيا أنا. والسلطة اللي مفترض تحمينا بتقلنا يا خيي يدفع ويخلص من هالقصة، ودايما بدون إثبات. كيف تحملنا وليش سكتنا؟ كتير
كثير ناس حكيت، كثير ناس لمتنا، وكثير ناس قالت اللي بده يقول انا لا اغير ولائي وسابقى على ولائي خليه يتحمل. كثير ناس لمتنا تحملنا لأن اولاد بيوت، ولأن ما بنرمي حجر بالبير اللي شربنا منه مي اذا ما كنا مرغمين على هالشيء، وبعدنا لليوم ما عم نرمي حجر لانه يمكن رهنا انه القصه تكون ساعه تخلي، بس ما طلعت ساعه تخلي، طلعت ساعه تخلي عنا وحكم بالاعدام علينا، وانحكمنا اعدام قبل ما نمثل قدام اي محكمه ومجددا بدون اي اسباب. تاخرنا يمكن بس من اسبوع تقدمنا بطلب لنقل الدعاوى من مرجع قضائي لمرجع قضائي اخر. بعتقد كل مواطن فيه يطلب نقل الدعوه من عند قاضي التحقيق الفلاني لقاضي تحقيق اخر، خاصه اذا كان عنده مشوار طويل مع القاضي التحقيق. وتم الاستجابه لطلبنا لانه محق. بنفس النهار اللي صدر فيه قرار النقل امبارح تحديدا بتتصل فيي بنتي ياسمين بتقلي ماما انا عند بابا بالمستشفى عم زوره هلا، بيعطوه ورقه انه هو منقول على رومي، ضبيت له اغراضه وضبيت له ادويته، شو بدك تعمل؟ انا بكون بالشغل، شو بدي اعمل؟ قلت لها شو بدي اعمل؟ بدي اعمل مؤتمر صحفي. نحن ما في بايدنا الا عقيدتنا اللي محافظين عليها من زمان، وما في بايدنا غير هالكلمه اللي منقولها، ما عندنا شيء ثاني نحكي فيه. شو بدي اعمل؟ بدي اجتمع فيكم اليوم. بدي اجتمع فيكم مش لاثير مشكله، لاتشكى من مشكله. اخر مره طلع فيها بهيج ابو حمزه على رومي بيوصل ضغطه للعشرين وبيعمل جلطه. ولولا المسعى الانساني ولما بيترجع على الطوارئ بالمستشفى ما كنا لحقناه باخر لحظه. وما حدا بيعرف هالمره اذا رح نلحقه ولا لا. اليوم جينا لهون مكرهين. مكرهين لانه في حياه شخص بتدق. في حياه شخص مظلوم. وخوفنا انه اليوم ما نلحقه. شو المطلوب؟ انهائه جسديا بعد ما تعذر انهائه معنويا؟ ما قدروا ينهوه معنويا. لانه ما اثبت شيء عليه. شو المطلوب اليوم؟ ومين بيحمل هالشيء؟ ومين بيحمل مسؤوليه هالشيء؟ بدي ناشد من هالمنبر وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والقضاة الكبار وهيئات المجتمع المدني والمنظمات اللي بتعنى بحقوق الانسان، بناشدها وبضعها قدام مسؤولياتها لانهاء هالمحنه. وعهد علينا كل ما فينا نفس متابعين قضيتنا لتاخذ العداله مجراها مناصره للقضاء ودعما للقضاء العادل. مش بس من شاننا، يمكن من شان ناس كثير اليوم كون بدون ما انتبه عم بحكي عنهم وحالتهم مثل حالتي، بس مش مثاقبه عندهم منبر يطلعوا يحكوا منه. الامر بين ايديكم، وهذا اللي عندي اقوله لكم، وبتشكركم جميعا وعزبناكم معنا. شكرا كثير لكل الزملاء.